فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين لغير مقصد معين يعني من العبادة، لغير مقصد معين يعني من العبادة، إما لجهاد أو طلب علم أو زيارة أقارب وصلة رحم، فإنها إن كان يقصد بها العبادة فهذا لا يجوز، لأن هذا إحداث في الدين ما ليس منه، واستشبه بالنصارى في رهبانيتهم وسياحتهم. نعم. قال: فليس من عمل هذه الأمة. نعم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. السياحة التي هي الخروج لغير الجهاد في سبيل الله والقتال، أو سياحة بغير الصيام، فإنها ليست من دين الله. ومن خرج وسافر بقصد العبادة لغير هذين الغرضين من باب التعبد، فإن هذا ليس من دين الله، بل هو محدث.